إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصفى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. أوصل اللهم ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين وإلى أرواح أصحاب البدريين والأحليين والحنينيين والخندقيين وسائر الصحابة والكرابة كلهم أجمعين وإلى أرواح سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها أينما كانوا رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم أجمعين وإلى روح من اجتمعنا هاهنا بسببه خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وسائر أقاربنا. اللهم اجعل ثواب ذلك فداء لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك فقاقا لنا ولهم من النار. اللهم اجعل ثواب ذلك مونسا لنا ولهم في قبورنا وقبورهم إلى يوم القيامة. اللهم يا رب ارحم غربتهم وآمن روعتهم ونفس كربتهم وارفع درجتهم وكن لنا ولهم وليا وبنا وبهم حفيا.
اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا وقبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم بجاههم عافنا وأهلنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنة كلها وضيقها وعذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا دمرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا بالآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح وفلاح، لا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم نبر بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل بالاعتبار أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وأجرنا منه يا رحمن. اللهم طهر قلوبنا من كل وسم يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وعمرا في طاعتك طويلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا، وكف أيدي الكافرين والظالمين والحاسدين والنمامين. يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، اللهم سلمنا وسلم معاهدنا وسلم علماءنا من نافات الدارين. اللهم إنك تعلم حوائجنا وحوائج من أوصانا بالدعاء، فقضها يا قاضي الحاجات، وإنك تعلم أمراضنا وأمراض مرضانا، فاشفها يا شافي الأمراض. ربنا تقبل منا دعاءنا، ولا تردنا خائبين ببركات هؤلاء الشرفاء المذكورين، وبمحض فضلك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.